يا سيدي كل واحد له بلوي. أنا بلوتي هم الحمامات. يظل بين كوني وايش صار علي يصير، والحمد لله ما حد الا كل واحد مرحبا ومرحبتين وحكي كويس. خطبت مرتين ما صار نصيب، وشفت شغلي هون بالحارة عنها صبي عبيت الأبو كل تجازي كلها. أنا بشتغل هوني ماسك الجباني بقى بيبعثوا لي ما هو كل نهار أو كل شهر تبع تيسير معهم، وقت يلاقوا حد جاي عادي بيبعتوا معهم. والله اوقات ببيع منهم، وقت اللي بطفر ما بيظل معي مصاري ببيع، وقت بيكون معي ما ببيعهم. هوني بلدي انا ما بروح المطرح، هلا انا اخوتي كانوا في حلب، حلب قليل لانزل لعندهم، هون وعايش ومبسوط الحمد لله، هون عندنا سدى وعندنا اخوي. ما بتمنى غير تصير الدنيا كلياتهم اخوي مع بعضهم ويتصالحوا ببعضهم كلهم بالبعض. هاي أحسن شيء.